بسم الله. درس رقم 69 واحنا خدناه قبل كده، بس خلينا برضو نعيده. وتغيير ضبط شريحة نغيرها ازاي؟ طريقة عرضها في الوضع الرأسي او في الافقي، تغيير حجم الورقة، والكلام ده من تصميم مش من الصفحة الرئيسية، من تصميم. اول واحدة اعداد الصفحة هي دي اهم حاجة. المكان ده بنغير حجم الشرائح اللي هو بيقول عليها هنا تغيير حجم الورقة. انت عايزها A4 ادي A4، ولا عايزها لتر على حسب ما انت عايزها. على فكرة اللتر ده نظام امريكي، واتزلكت لي بالانش، والA4 ده نظام انجليزي انترناشنال اوروبي، وعشان كده بالمليمتر، بالمترك بيسموه، او مليمتر او بالسنتيمتر. الحجم الA4 زي ما انتم شايفين 21 سنتي في 30 سنتي تقريبا، بس ناقص منها 3 ملي. فانت تختار من هنا الحجم، قال لك A4 A4، في عندنا لتر، في عندنا ليجل، يبقى من هنا بنحدد ايه؟ حجم الورقة. نعم. اتجاه الورقة، ايوه اتجاه الورقة شريحة زي ما اقول لك، حولها من وضعها الرأسي الى الافقي، يبقى ادي العمودي او الرأسي واحد، ونقول له موافق. وحتى لو جينا شفنا والكلام ده عملناه قبل كده، بقى هو بشكل ايه؟ رأسي او عمودي. من اعداد الصفحة تاني نقول له لا انا عايزها افقية، نقول له موافق، هتبقى افقية. من اعداد الصفحة تاني ونقول له انا لو جيت عايز اطبعها بقى كنشرات، او اطبعها كمخطط تفصيلي، او اطبع الملاحظات خليها لي بشكل عمودي، يبقى يخليها لك بشكل عمودي. بتظهر امتى؟ لما تيجي تطبع الايه؟ لما تقول له طباعة وتقول له تطبع، نروح معاينة قبل الطباعة، نقول له لا انت مش هتطبع الشرائح، انت هتطبع، احنا قلنا ايه؟ يا نشرات، خلاص ادي هو هتبقى بالشكل طولي، يا ملاحظات، فدي او دي هتطبع معاك بالايه؟ بالشكل الايه؟ الطولي. يبقى اذا في الدرس ده خدنا اعداد الصفحة، ومنها ضبط حجم الورق، والاوراق في كتير زي ما قلنا، في لتر، في A4، في A3، في نص الـ A3 اللي بيستخدموه الورق، وفي ربع الـ A3 اللي بيستخدموه، في الـ آسف نص الـ A4 وربع الـ A4، وفي A3 قد الـ A4 مرتين، وهكذا. فمن هنا بنضبط ايه؟ حجم الورق، خلاص. ومن هنا بنضبط اتجاه الشريحة او اتجاه الورق اللي هنطبع عليه من هنا هو. وبكده خلصنا رقم كام؟ قلنا تعالوا نشوف، عشان اقول لكم مع السلامة، و نشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي قادم، خلاص، اللي هو رقم 69، ويبقى الدرس اللي القادم 70، واشوفكم ان شاء الله. السلام عليكم.